بعد ما تابعنا مع حضراتكم أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، خلينا نروح ونتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، ومنها إطلاق وزارة التضامن برنامج الأسر القوية لوقاية الشباب من المخدرات. أيضا هيتم إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 3000 حاج، وتنسيقية شباب الأحزاب هتعقد جلسة حوارية بعنوان مستقبل الاقتصاد المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات برنامج الأسر القوية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللي بيستهدف تنفيذ أنشطة وطنية وإقليمية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسي والاجتماعي للشباب. كمان النهاردة وزارة التضامن هتجري القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لاختيار 3000 حاج من بين المتقدمين وفقاً لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام. النهاردة كمان هتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الساعة 4:30 جلسة حوارية بعنوان مستقبل الاقتصاد المصري مع الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادي العالمي، وده ضمن مبادرة سوا هنعدي لتوعية المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات اللي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة. كمان وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الدعوة لمجلس الإدارة لعقد اجتماع الساعة 5 بالليل بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم لعرض آخر تطورات الموقف الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات مهمة في إطار الجولة 20 من عمر المسابقة، هيلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي الساعة 4 العصر، وهيلتقي المصري مع فيوتشر الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة، والساعة 9 بالليل هيكون موعد مباراة الاتحاد السكندري مع بيراميدز. النهاردة ختام منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، هيلتقي ليفربول مع وولفهامبتون، وكمان هيلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا الساعة 5 مساءً، وفي 8 مباريات تانية هتتلعب في نفس التوقيت. كمان النهاردة الجولة 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، هيلتقي أنتر مع سامبودوريا الساعة 6 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي إيه سي ميلان مع ساسولو، ودي المباراة اللي هتحسم اللقب ما بين الغريمين أنتر وإيه سي ميلان.